بدور فيها على يعني احتمالية ان انا اعلق على حاجة. عندي 5 حاجات. بصوا انا عندي احتمالية اعلق على 5 حاجات. خلاص 5 حاجات ايه هما؟ النيل، العظمة دي اسمها ايه؟ سهلة دي اظن. ايه لو جبنا طالب سنة اولى طب يقول صح؟ هيقول لنا العظمة دي اسمها ايه؟ دي سكال، دي هومرس، دي فيمر، دي تيبيا كده. تاني حاجة عايزة اعرف الدايركشن بتاعها، ده اف ات از ا دبل بون، يعني عظمة هيومرس مثلا عظمتين منها في الجسم. لو سنجل هقول رايت وليفت فيها، لا طبعا. بعد كده بقى في ايج وسكس وريس، ايج وسكس وريس. خلاص ادور ايه اللي ممكن اطلعه من العظمة دي. هو تعالوا نبص هنا مثلا السكال بون دي من الحيوانات اللي بتتقال فيها كل حاجة تقريبا ما عدا الدايركشن لانها سنجل بون. يعني اولا هي سكال بون، حد معترض انها سكال بون؟ طيب تاني حاجة عايزة اعرف بقى ايج وسكس وريس، هعرفهم ازاي؟ هعرفهم من السوتشرز. احنا السوتشرز بتاعت السكال اللي يعني بندور عليها، احنا في حاجات يعني في عندنا مثلا ال 23 سنة ده ما تبصوش عليه. انا بقول لكم على اللي ايه تدوروا عليه كبراكتيكال مش كنظري. عندكم كبراكتيكال بصوا على الكورونال والساجيتال واللامدويد، لو كله مقفول بتبقى ايه اكتر من 50 سنة. فهي احنا عندنا التلاتة سكال بونز اللي عندنا هم اكتر من 50. طيب تاني حاجة غير الايج عندنا السكس، السكس ده كانت اهم حاجة في السكس بالنسبة للسكال. بعد كده احنا قلنا هو السن، قلنا هم التلاتة فوق الخمسين. انا بس عايزة اوريكم هنا بس نقطة، يعني واحدة منهم فيها خدعة كده. بس العظمة دي اللي يبص عليها يفتكر الكورونا المفتوح، بس بصوا عليها كويس وحطوا صابعكم. انا اهو حطيت صابعي كده، انا خلاص قفلت النور اللي كان معدي. ابص كده هتلاقوا نفسكم حاطين ايدكم ورا السوتشر مش عليه. يعني هي العظمة دي فعلا فوق الخمسين، عشان كده خدوا بالكم موضوع النور ده. دي لا دي ارتفاك ده خدوا فيه ولا العظمة. طيب يبقى انا دلوقتي موضوع انها معديه لايت ولا لا. طيب احنا الثلاثه فوق الخمسين من الاخر عشان نريحكم. طيب الثلاثه اللي انتوا شفتوه. السكس بقى يا دكاتره، السكس في السكال اهم حاجه فيه ايه؟ ملامح الوش. يعني طالما عندي فيس فانا عندي ايفيدنس اقوى من اي حاجه ثانيه في الدنيا. احنا عندنا الميل انتوا مسمينه المكشر، احنا غامين عليكم ولا حاجه. احنا عندنا هنا الانجل، دي اهم حاجه، الانجل فرونتو نيزل جانكشن. بصوا هنا بصوا الفرق، شوفوا دي قد ايه سموز، شوفوا سموز ازاي شايفينها. دي انجيوليتد يبقى ده الميل ودي الفيميل اكيد. خلاص تاني يا دكتور بس عشان ما شفتهاش. بصوا هنا عندنا اهم حاجه في ملاء في السكال لما تيجي تحدد سكس، بص على الفرونتو نيزل جانكشن، لو لقيتها انجيوليتد بالمنظر ده كده يبقى دي ايه؟ ميل. لكن الناعمه السموز دي هتبقى الفيميل. بص على دي، بص على دي مثلا، دي ثالث واحده عندنا شايف؟ ميل. يبقى دي ايه؟ ميل. ثالث حاجه في السكال ايه؟ الريس صح؟ بصوا كده الريس ببساطه انت هتكتب حاجات ثانيه، لكن ابسط حاجه فيها واوضح حاجه هتلاقيها ده الفرونتال او الميتوبيك سوتشر، لو لقيته يبقى دي نيجرويد وهي واحده. يبقى لو جينا بقى نقول كومنت السكال دي كامل هنقول ايه؟ سكال بون ميل نيجرويد اباف 50. وطبعا كل واحده منهم جنبها ليه قلت كده؟ نفس الكلام هنا اهي، اهي دي قدامنا، دي ايه؟ سكال بون ميل اباف 50 ونان نيجرويد، مفيش فرونتال سوتشر. شايفين؟ فرونتال سوتشر دي اهم حاجه. دي سكال بون ميل نان نيجرويد فوق 50 سنه، كل واحده ليه طبعا مش هنقعد نقول ايه. طب يا دكتور اللي فيها خدعه بس ممكن اشوفها؟ اللي فيها ايه؟ خدعه. فيها خدعه دي يا دكتور، بص عليها كده. احنا المفروض بنعرف ان السوتشر مقفول او مفتوح من ان احنا نبص في فرن ماجما ونشوف فيه نور معدي ولا لا. شوفها بس مش خدعه هي ممكن تخدع ومش خدع. يعني انا لو بصيت هنا هتلاقي الدنيا ضلمه خالص. بص هنا هتلاقي الدنيا ضلمه خالص، دي مش معديه نور. بص دي بقى شايف نور معدي؟ مش كله فوق 50 يعني؟ ايوه. من في ناس بتحب تاخد من الاخر وناس ما بتحبش. نور دي جميل اصوات. معلش هنيجي هنا نقول ده ايه؟ ماندبل. ده مش علينا فيه غير الايدج. عرفنا بقى ده الماندبل احنا عندنا فيه عمرين بس، العينه بالنسبه لكم هو الماندبل ميدل ايدج رقم 18 25 سنه. عرفت ازاي؟ رايت انجل، رايت انجل خلاص، رايت انجل، انجل دي رايت خلاص. تمام في مشكله فيه؟
الاثنين ميدل ايجد من 18 25 سنه. عرفت ازاي من الرايت هاند؟ مندوش ما فيهوش لا ايه, ما فيهوش لا سكس ولا ريس ولا اي حاجه, فيه بس الايدج ان هو ميدل ايدج من 18 25 سنه. عرفت ازاي من الرايت هاند؟ الزاويه دي رايت هاند. هو ده المفروض يعني. لا مش مطالبين منكم انكم تعدوا, بس هو ده كان كمان عنده هو الامباكت, امباكت ويزدم تيس كان عنده الويزدم تيس حصل فيه مشكله. اقولها ولا بلاش اقولها؟ مش لازم تقولها, انت مش عايز تاخد درجه قول الكلمتين اللي قلناهم لكم خلاص. بص يا دكاتره, بالنسبه للسكرم, عظمه السكرم دي من عظم السنجل. سنجل يعني ايه؟ يعني مش هقول في دايركشن, مش عايزين رايت وليفت اللي بنشوفه في الامتحانات دي بتحصل. انتم بتضحكوا دلوقتي صدقوني بتحصل. فبعد كده بقى بعد ما قلت انها سكرم, عايز اقول بقى فيها انا عندي ايج وسكس وريس. بالنسبه للسكرم انا ما عنديش فيه غير السكس, لا فيها لا فيها ايج ولا فيها ريس, ما فيهاش غير السكس. السكرم ببساطه اهم نقطه تفريق فيه, سيبكم بقى من الجدول المقارنه انتوا بتكتبوه, لكن الاهم نقطه تفريق عملي هي نقطه السلوك ده. احنا لازم نفترض ان الفيميل دي لازم ربنا خليها ان هيحصل لها ليبر, يعني لازم البلفس نهايته عندها تكون مفتوحه, ما تكونش مقفوله, ما يكونش فيه اي عظم بارز بروجكتنج. فلو اللي شفنا المنظر ده كده عظمه بارزه كده داخله على البلفس في سلوب كده, يبقى دي بتاعت ميل اكيد. لكن اللي ناعمه سلوب ده خالص يعني مور اور ليس لونجتيود كده ممدوده مش فيها كيرف, يبقى دي فيميل. خلاص يا دكاتره؟ طبعا بتقولوا المقارنه اللي في الكتاب, يعني بتتكلموا البوينتس النظري في الكتاب اللي هو لا في اكتر من كده, دول اللي نزلوا لكم رابع هم اللي نزلوا لكم الحاجه. لا في عندنا متحف كامل على الفاضي ما تقلقوش عليه. مهم طيب تعالوا نبص بقى بالنسبه لعظمه الاسترنم. عظم الاسترنم برده ما فيهوش غير هو عظمه سنجل, يعني برده هو اسمها ايه بس انها استرنم والايج والسكس. طيب احنا بالنسبه لعظمه الاسترنم بتكمل الوظيفه بتاعه الليبر. عندنا الفيميل دي عندها اليوترس هيعلى لغايه ما يوصل للسيف استرنم, يبقى انا عايزه عظمه الاسترنم بتاعتها تكون قصيره, المنطقه دي عندها كلها تكون قصيره, الشيست بتاعها يكون ايه عالي كده. الميل عايزين بقى شيست عريض, يكون العظمه نفسها عريضه وطويله, فعشان كده ايه نلاقي العظمه طويله. فلو جينا بصينا مين فيهم اللي يعني ان جنرالي كده طويله, هنلاقي هي دي, هي دي عينه الميل ودي عينه الفيميل, عينه قصيره شويه. طيب الكومنت هنقول ان دي عباره عن ميل استرنم, الايدج بتاعها عندنا دي بتقفل عند 40, دي عند 60, فيبقى هو فوق ال 40 واقل من ال 60 سنه. دي بقى عظمه فيميل, عندنا دي لسه مفتوحه ودي لسه مفتوحه, يبقى هي اقل من ال 40, وعشان فيميل ممكن نقول اقل من 38 سنه. اهي مفيش السيف استرنا مش موجود هنا, السيف استرنا مفتاحه ما مسك معاها. تعالوا بقى نبص على الهيب بون, برضه الهيب بون العظم يعني فيه كلام شويه. احنا الهيب بون فيه ايه يا دكاتره؟ دايركشن, في عض اسمها ايه؟ في دايركشن وفي ايج وفي سكس, خلاص في اربع حاجات. طيب انا الاول بعمل الدايركشن بتاعه ازاي؟ في طريقه سهله, مش عارف انتوا كل واحد بيتعلم طريقه من الاناتومي لو مرتاح لها اوكي. في طريقه انك الجريتر سايتك نوتش دي دخلها ما بين الصنب وما بين بقيه الصوابع, بحيث ان الاسيتابيلم تريح على راحه ايدك كده, خلاص؟ يبقى انت ماسكها بالايد الصح, يبقى انا يبقى دي تبقى ايه؟ رايت. يبقى دي رايت. هنا بقى تعالوا نبص عليها كده, تعالوا نطبق طريقه الدايركشن هنا كده اهو. الجريتر سايتك نوتش هدخلها ما بين الصنب وما بين بقيه الصوابع, والاسيتابيلم على راحه ايدي, يبقى كده ايه؟ رايت ليفت. انا مستحيل اعرف امسكها على الوضع ده بهنا, لان هتلاقوا الاسيتابيلم ما تجيش على ايدي. لو حاولت امسكها كده هيبقى مش الجريتر سايتك نوتش اللي داخله بين ايدك, خلاص؟ يعني مستحيل تمسكها على الوضع اللي انا قلته, الوصف اللي انا قلته, غير لو ماسكها بالايد الصح. طيب يبقى انا عندي بالنسبه للعظمه دي عرفت انها هيب بون, وعرفت انها بالنسبه للعظمه دي انها ليفت. عايز اقول بقى السكس برضو فيها يعني جدول كبير. احنا بنعتمد على ايه اكتر علامه, اكتر علامه حتى كل بيستعملها في العظم اللي هي البيري اوريكولار سالكس, ده الجروف اللي هنا ده, هتلاقوا فيه هنا ارتكوليشن سيرفيس, ده اللي بيعمل ارتكوليشن مع السكره, خلاص؟ السيرفيس ده بصوا تحته, شوفوا الجروف اللي موجود, لو عميق وواضح بارز يعني تقدر تحسه بايدك, يبقى دي عظمه فيميل. ليه؟ لان ده اللي معدي فيه حاجه اسمها الراوند ليجمنت, وكل ما الفيميل دي حصل لها بريجننسي اكتر, كل ما الراوند ليجمنت ده شد عليه اكتر وعمل حفر في العظم, خلاص؟ تعالوا بصوا بقى على العظمه دي, شوفوا عظمه قد ايه ضخمه, اولا ضخمه وكبيره وتخينه, يعني عظمه الفيميل هتلاقوها رقيقه ورفيعه لدرجه انها تلاقوها معديه النور, يعني تلاقوها معديه اللايت هنا من كتر ما هي رفيعه مكسور. تعالوا بصوا على دي بقى,
هتلاقوا الارتكيوليشن سيرفيس اهو بصوا تحته مش هتحسوا اي جروب ليه لان الراوند دي جامنت موجود بس رودمنتري ملوش فانكشن مش بيشد عند الايه الميل زي ما هو شادد على اورجان مهم في الفيميل نفس الكلام هنا مش هتحسوا خالص ان في صدمه دي اكتر طريقه صح من عند من حد بيه اضافه طبعا لحجم العظمه وتخنها وتقلها بس الحاجات دي عشان كومباري يعني فيها كومباريزن شويه ما بحبش تعتمدوا عليها عشان ما تتلخبطوش طيب تعالوا نمسك العظمه دي قلنا هيب بون الدايركشن بتاعها هو انا ماسكاها كده بايد الصاحبه دي رايت ميل السن بتاعها عظمه الهيب بون من العظم اللي فيها كذا عمر عندنا عمرين احنا بنعمل لهم اكسكلوجن في العظم لان هم لو كانوا موجودين كانت العظمه دي بقت ثلاث حتت اللي هم عمر 6 سنين و15 سنه اللي هو الواي شيب سوتش دول لو كانت مفتوح كانت العظمه ما بقتش على بعضها كده فاحنا يعني اوكي بنبدا من بعدهم على طول عندنا بعدهم عمرين 21 و23 عندنا الاسكيلتوبروستي اللي هي المكان اللي الواحد بيقعد عليه ده الاسكيلتوبروستي دي بتقفل عند 21 والاليا كريست 23 دي قافله كلها اهي يبقى دي اكتر من 23 سنه طيب بصوا على دي برضو عظمه ميل اهو السالكس مش موجود مفيش سالكس هنا طيب والدايركشن بتاعها رايت وبالنسبه للايدج بقى تعالوا نبص ايه احنا طبعا احنا قلنا 6 سنين و15 سنه مش هنبص له اصلا بصوا بقى على الاسكيلتوبروستي هتلاقوها اهي لسه مفتوحه والاليا كريست مفتوح يبقى دي اقل من 21 سنه اوكي اكتر من 15 صح طب طيب دي العظمه بقى الاخيره عظمه عندنا دي عباره عن اهي الدايركشن بتاعها هي بون فيميل والدايركشن بتاعها ليفت السن بقى تعالوا نبص عليها نلاقي الاسكيلتوبروستي مقفوله اهي الاليا كريست مقفول يبقى دي اكتر من 23 بس انا بقول دي فيميل يبقى اكتر من 21 سنه نيجي بقى بالنسبه للونج بون يا دكاتره اللونج بون سهل ما فيهوش غير العظمه دي ايه الدايركشن بتاعها رايت ولا ليفت وطبعا الدايركشن بتاعها سهل بالنسبه لكم اكيد يعني انتوا بتمسكوا العظمه على طول تمسكوها صح يعني وباقي لكم بس الايه السن الاعمار سهله بقى عندكم نمسك الاول العظمه الضخمه الحلوه الكبيره دي عظمه ايه؟ فيمر دي عظمه الفيمر عظمه الفيمر بنعرف الدايركشن بتاعها ازاي الجزء اللي سلوب مش فيه كريست كده يبقى ده الايه انتيريور طبعا دي اكيد ميديال والباتيلر سيرفيس انتيريور برده يبقى دي نلاقي في الاخر نفسنا بنقول ان دي رايت ايه علاقه من الهيد والدوران الهيد ميديا لو بيرس هورزونتال كتير ما علينا كل واحد يعرفها بطريقه المهم ما تعرفوها المهم ان في الاخر ان دي رايت فيمر طيب احنا في الفيمر قلنا انها فيمر قلنا انها رايت بقى لنا ايه العمر الفيمر ايه الاعمار اللي فيها يا دكاتره؟ لسه 16 17 18 21 انا هنا دي كومبليتلي كلوز دي بقى اكبر عمر فيها اكبر من 21 سنه تعالوا هنا بقى برضو دي فيمر الدايركشن بتاعها هتبقى ليفت اهو الميديال ودي لور ودي الابر وده الانتيريور يبقى دي ايه ليفت السن بتاعها برده كلها اهي قدامنا مقفوله خالص اهي يبقى دي اكتر برده من 21 سنه تعالوا بقى نبص على دي يعني هي الانتيريور بتاعها ملخبط شويه بس مش هنلخبط فيها هي فيمر الهيد فيمر واضحه اهي برده الرايت اهو والسلوب بتاع العظمه الناحيه الناعمه قدام يبقى في الاخر هنقول ان دي رايت طيب رايت فيمر الايدج بتاعها بقى عندنا من اول حاجه فيها الليسر مش موجوده اصلا يعني الليسر دي ما يعني ما وصلش محتنا تمسك حتى في الجسم يبقى هي ثابت في البودي نفسه فتبقى دي ايه اقل من 16 سنه تعالوا نبص بقى على عظمه التيبيا العظمه الثانيه في الليج اللي هي عظمه التيبيا او في اللور ليمب عظمه التيبيا برده من العظم يعني سهله قوي في الدايركشن بتاعها عندنا فيها كذا لاند مارك الهيد الابر اند بتاعتها واضحه قوي اللي هي اللي بتعمل ارتكيوليشن بتاع الني جوينت عندنا فيها التيبيال فيبروستي والشافت اللي بيبقى اللي بنحسه حتى على رجلنا من قدام لان الشافت ده من الحاجات السبكوتينيوس اللي هي بتتحس على طول عندنا دي اسمها الميديال ماليلس يبقى اكيد الدايركشن بتاعها ميديال يبقى دي في الاخر بقت ايه؟ بقت ليفت طيب السن بتاعها برده دي من عظم السن بتاعها سهل خالص تحت 18 فوق 21 مقفوله كومبليتلي يبقى دي فوق 21 سنه بصوا على دي بقى دي برضو نفس الفكره فيها بكل دايركشن ابر اند لور اند ميديال ماليلس يبقى دي رايت واكبر من كلها مقفوله اهو 21 هيتبقى لنا دي بقى دي عباره عن رايت برضو رايت تيبيا ميديال ماليلس اهي وده الابر اند لور اند الفكره اللي فيها بقى احنا شايفين لاين اوف سيباريشن يعني نقدر نعدي فيها سن القلم اهو اهي هنا وهنا يبقى دي العمر الاصغر هنا فيها 18 هي اقل من 18 سنه ما كملش 18 سنه
تعالوا يا دكاتره بالنسبه للهيمرس، الهيمرس دي من يعني مش عارفه ليه بتعملوا لكم مشكله في الدايركشن، عامله لكم ولا مش عامله لكم؟ لا مش عامله. طب الحمد لله. عندنا الهيد بتاعتها طبعا اسهل حاجه، والهيد فوق ودايركتد ميديا دي. لو مش عندك هيد عشان في انتوا نازلين لكم اللي مالهاش هيد، لو مش عندك هيد بص العظمه الاكبر الميلس البيكوندايل الاكبر دي الميديا، وحتى لو انت نسيت في الامتحان حسها على جسمك هتلاقي اللي انت بتحسها البارزه اكتر هي الناحيه الميديا. يبقى دي ايه الناحيه الميديال والابر واللور، وطبعا تروك الكابيتولوم قدام والتجويف هو اللي ورا، يبقى دي في الاخر ايه الفصه هي اللي ورا، يبقى ده ايه رايت. يبقى انا ماسكه بايدي الصح، يبقى دي رايت. طيب السن، يبقى انا في الاخر السن هيبقى كام؟ انا عندي تحت طبعا الاعمار، عندنا التروك اللي بتمسك مع الكابيتولوم 14، يمسكوا مع الشفت 15. نبدا نتكلم الاول 15. طيب عندنا ال هنا دي 17 اللي هي الميديان بيكوندايل، واللاترال 16 خلاص. الهيد 20، هي طبعا كومبليتلي كلوز، يبقى دي اكتر من 20. تعالوا هنا بقى بالنسبه لدي، تعالوا نحط الدايركشن بتاعها، الهيد ابر وميديان، والكبيره هي اللي ميديال اهو، وده انتيريور وده بوستيريور، يبقى في الاخر دي هتبقى ليفت هيومرس واكتر من 20. تعالوا نبص على دي، دي انا يعني هي بس الهيد مش موجوده، بس الدايركشن بتاعها ممكن احسه، يعني شايفين تحسوا ان الهيد دايركتد كده، ولو مش شايفينها ومش مقتنعين عندكم الميديا اللي بيكون ضايل هي الكبيره اللي بارزه شويه، هي العظمه ابرز هنا شويه، يبقى هي ايه، يبقى دي على وضعها كده ليفت. طيب السن بتاعها بقى يا دكاتره، انا عندي التروكيال كابيتال مسكه هنا خلاص، يبقى بقت اكبر من 15. طب تعالوا نبص على السن اللي بعدها كام، 16 اللي هي الايه اللاترال بيكون، هتلاقوا اللاين اوف سيبريشن موجود اهو، اهو في لاين اقدر امشي فيه سن القلم، يبقى دي ايه اقل من 16، يبقى اكتر من 15 واقل من 16 سنه. في اي مشاكل؟ عشان التروكيال كابيتالوم الاثنين دول يمسكوا مع الشفت بيكونوا لوحدهم، العظمه بتكون عباره عن طبق الشفت ده، يعني عايز اقول لك الهند بتبقى اكتر من 15 سنه، الشفت دي بيمسك مع العظمتين دول عند 15 سنه، هما بيمسكوا مع بعض 14 وبيمسكوا مع الشفت.